ضغطي ناري وينك راس تخيام اديك بريح نقي من الزاق ضغطي ناري وينك راس تخيام اديك بريح راس تخيام اديك بريح نضان مناس ترجاني الغرغة ولا والويك نسني نضان مناس ترجاني الغرغة ولا والويك نسني الغرغة ولا والويك نسني نقيم نقيم الزق نطيناني نطان مناس ترجاني والرغا ولا والويك نسنين والرغا ولا والويك نسنين نقيم نقيم الزاق نطي ناري وين كراس تخيام اديك برين نقيم الزاق نطي ناري إبراهيم منصور الفيلالي محمد صالح من محمد الصغير عبد التحمرين جروب يمران تينيري تأسست عام 1983 تحديدا مجموعة فنانين طبعا توارك تغني على كيفية التعايش والصحراوي طبعا عندها نمط صحراوي طبعا تأسست في مدينة العوينات في جنوب ليبيا وبعدها كان طبعا اعضاء الفرقه من متكونه من عده مناطق منها من طرابلس منها من غدامس منها من غات منها من ادري الشاطي طبعا يعني كوكبه من فنانين توارك طبعا زي الاستاذ حمد صالح مننا طبعا مفوض الفرقه واحد مؤسسي الفرقه طبعا استلمها بعد يعني مجموعه من فنانين طبعا اللي اعتزلوا فقام هو اللي قام بتجميع الجروب طبعا زي محمودي الصغير محمد الصغير ذا عازف باز بازيست بتاع الفرقه الاستاذ فتحي المريمي استاذ فتحي المريمي طبعا هذا استاذ واكاديمي في المعهد القومي للموسيقى ف عمود الفرقه طبعا طبعا النمط الترقي وطبعا الموسيقى الترقيه هي طبعا موسوعه طبعا عندها عده ايقاعات مثلا زي ايقاع التيندي زي قاعة همات زي مثلا زي رقص زي يعني عندها نمط معين وطبعا اكثر مقاماتها طبعا تكون مقامات خماسيه يعني متعدده لكن اقام على المقام الخماسي يعني الاغنيه اللي بنقدموها تو بنقدم لكم عمل الاول طبعا اسمها انيا تينيري بمعنى
شوفوا الصحراء تغنى على الصحراء وكيف تعايش مثلا في الصحراء وكيف نمط الترقي مثلا المعيشة الترقية البسيطة وهكذا يعني حاجة من الأمور. تفوق السجان وتتهتلي أن يدين.